2019 خمس سنوات من بعد ضربة الانطلاقة تعطى لسواريز صافرات الاستهجان بدأت قبل أن يبدأ سواريز المباراة وقبل أن يبدأ العرس لأنه هو من سيلمس أول كرة كان محاولات من سواريز البارحة ومنذ يومين أن يربح المودة جماهير فريق ليفربول عندما قال بأنه سوف لن يحتفل لو سجل اليوم هنا في الأنفيلد لن تظل لنرى كل شيء متوقف على بداية هذه المباراة وأولى الكرات من هنالك من أرنولد وأندرسون والكرة البعيدة لشاكيري التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق جوردي ألبا فريق برشلونة ساديو ماني كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول كرة جول با 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 كرة أولى صعبة لعناصر ليفربول الوابة خطيرة با 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 وجول با 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 جول يا سلام يا سلام يا سلام جول لليفربول جول عند الدقيقة السابعة من انطلاقة المباراة منذ حين قلت لكم ما رأيكم لو يسجل ليفربول الآن ويسجل الثاني سيرجي روبرتو بابا خطيرة با 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 لعب يا ماني العب يا ماني الحكم التركي كان قريب منك الحكم خلى ديول با وميسي وبا با 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 كيف يخرج ومن أين يخرج راح ميسي راح الجن راح ميسي وبا با 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 كرة خطيرة راح ميسي وكوتينيو والحارس يصد سيرجيو روبرتو راكيتيتش راكيتيتش كوتينيو كوتينيو جوردي ألبا جوردي ألبا أولولا الدفاع روبرتسون خرجها وما زالت خطورة لا يا أولولا أولولا ليو ميسي والتمرير الرائع لراكيتيتش أي 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 أندي روبرتسون يخرج على الركنية مرتبكين اللاعبين تاع فريق ليفربول عندما تكون الكرة عند برشلونة الكل يرتعد الكل يرتعد الكرة وانطلق من نار من نار مازال ساديو ماني ومن نار شاكير يقول لا شاكير يقول ليس هناك خطأ فابينيو شاكيري هو حان موعد الجول هو حان موعد الجول ليس هنا ليس هنا يا شاكيري في هذه الكرة الداخلة تروح سهلة مباشرة 11 لاعبا في المعدل هاو صلاح موجود في المدرجات طبعا الغايب عن تشكيلة فريق ليفربول في هذه الأمسية بعد الذي حدث له إثر سقوط ساديو ماني راح شاكيري ساديو ماني راح هوب هوب خطيرة لا لا وكأنه سمع لشاكيري عندما قلت ورونالدو بابا بابا الدفاع ثم راكيتيتش انطلق راح ميسي راح ميسي شوف وين تخبى ميسي شوف وين تخبى ميسي وراح شوف وين راح ميسي عنده الكره روبرتو دخل سيرجي روبرتو لا بابا خطيره يا 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 خطيرة مرة ثانية من الخطير ليو ميسي ميسي با 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 إذا لم يسجل يمرر إذا لم يمر البارسا خسر بهدف مقابل صفر متفوقة ب3-1 في مجموع المباراتين المباراة لا تزال لم تكشف عن كامل أسرارها أعود وألتقي بكم مشاهدي الأفاضل مع بداية الشوط الثاني بعد حين من هنا من الأنفيلد في لقاء العودة ليفربول برشلونة في أجواء كبيرة جدا صالي راح صالي راح صالي راح صالي راح با 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 آي 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 أو ساديو ماني عفو لما يهرب للغيبة اليوم الركنية تنفذ جول أي 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 تير شتيغن ينقذ برشلونة من جول مازال أرنولد أرضية بابا جول يا سلام يا سلام يا سلام الأنفيلد يهتز زلزال في ليفربول فعلها فاينالدوم المستحيل ليس ليفربول المستحيل ليس انجليزي خطا فادح من جوردي لشاكيري شاكيري والكره خطيره با 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 جول مجددا اعطونا وجوه ميسي وجوه لاعبي البارسا كلهم حائرون يا سلام وجول باب
يتقدم ليو ميسي تضرب في الجدار وتروح مباشرة ركنية من هنالك يقول حكم المباراة لصالح كيتيج ميسي وبابا خطيرة نعم النجمان اليوم هما أليسون هو تيرشتيغن لا هو أليسون لأنه تيرشتيغن تقولوا ما زالت المباراة لم تكشف عن كامل وبابا جول 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 يا سلام يا سلام يا سلام البارسا تنهار ليفربول ينفجر الأنفيلد ينفجر معجزة كبيرة تحدث اليوم في الأنفيلد ريمونتادا